النهاردة الحد الثاني من الصوم، ودخلنا بقى في المواجهة الجد مع عدو الخير. طبعا السيد المسيح جاي وعارف ان هو داخل الحرب، وعارف كويس ان الحرب دي احنا اتهزمنا فيها مرات كتيرة جدا، ولكن هو جاي علشان ينتصر لحسابنا. ودي من أجمل علامات حبه اللي أثرت فينا، إن هو نزل للحرب بنفسه، لبس ثياب الجندية ونزل يحارب مع الجنود اللي هم ضعفوا واتهزموا مرات كتيرة واتجرحوا، والعدو قاسي وصعب، لكن هو أقوى بكتير. فقال ما يجرش حاجة، هنزل لنفس الميدان وهاخد الجسد بتاعكم ده وانزل أحارب العدو بتاعكم علشان النصرة دي تتحسب لكم. طبعا وهو بيحارب الجرح، والجروح دي مش علامة ضعف، دي علامة حب، وتفضل إلى الأبد علامة حب. هي دي الجروح اللي وراها لتوما ووراها للتلاميذ، اللي هتفضل على طول إلى الأبد علامة حبه، تتحط في لوحة الشرف. هو الملك القوي اللي نازل عشان إحنا محتاجين له، ما كناش هنعرف ننتصر من غيره. فالجروح دي هتفضل إلى الأبد. قديس يوحنا الحبيب شافها في السماء، إيه؟ يقول كده: خروف قائم كأنه مذبوح. يعني الجروح بتاعته حية كده وبدمها الأحمر كده القاني، يا خروف قائم، قائم وحي وغالب للموت وغالب للعدو. النهاردة عايز أتكلم نتكلم مع بعض على أنواع التجارب وكيف ننتصر عليها. أول حاجة طبعا إحنا عندنا عدو، لازم، دي نقطة مهمة لازم تكون واضحة قدامنا، إحنا في حالة حرب، وإنه في عدو خطير بيواجهنا. عدو بيكرهنا جدا، وعدو عايز يهلكنا، عايز يدمرنا، لكن في نفس الوقت بيستخدم أساليب مخادعة وكلها متزوقة من بره، متزوقة. يعني مثلا هتلاقوا إيه التجربة بتاعت التجربة الأولى بتاعت الخبز، يبدو فيها إنه بيشفق عليه عيني علشان خاطر بقى له مدة طويلة ما كلش. والتجربة التانية بيقولوا أنت لازم تتعرف، لازم تتشهر، مش أنت جاي علشان كده، لازم تتشهر، ترمي نفسك كده من فوق فتطير والملائكة تشيلك فالناس تشوف وتؤمن. مخادعة. وبعدين يقول له ايه؟ ادي لك كل ممالك العالم، مكسب ولا خسارة؟ دي يعني دي اكيد مكسب. طريقة الشيطان خد مخادع، وبيحاول يوهم الناس انه هيقدم لهم حاجة حلوة، بيعرض عليهم حاجات كأنه بيشفق عليهم او كأنه بيدور على مصلحة الانسان، يقول له انا ادي لك الحاجة اللي تفرحك. كذاب، كل حاجاته مرة مهما زوقها من بره. وزي ما خدع حواء زمان، أوهمها بإيه؟ أوهمها بإنها هتكبر، هتكون عظيمة لدرجة إن هي ممكن توصل تبقى مثل الله، يا وتتفتح عينيها، ده إيه ده؟ ده حاجة كبيرة قوي. طريقة الشيطان كده مخادع، يعرض على الإنسان عرض مخادع من وراه شر، ومن وراه في هلاك وموت. عشان كده السيد المسيح بيعلمنا ان احنا نفكر كويس وما نقبلش حاجة من ايده ابدا ابدا. اول حاجة بدأ يحارب بيها هي انه هو جعان،
السيد المسيح طبعا بعد 40 يوم، لكن ما طلبش حاجة. فالجوع، ولما الواحد يجوع يأكل، مش حاجة غلط طبعا، مش حاجة غلط. فالشاطر اللي يخلي باله بأنه الجوع يأكل من إيد ربنا. لو الجوع تحول لشهوة، هنا انحراف بالغريزة الطبيعية اللي موجودة فينا. ففي فرق بين الأكل العادي والأكل بشهوة. والانحراف بالشهوة ده خطر، يوقع الإنسان، يسقط الإنسان. السيد المسيح كلمنا عن الأكل، ربنا في العهد القديم اتكلم عن الأكل، قال لآدم إيه؟ قال له بعرق جبينك تأكل خبزا. فالمفروض أنك أنت تتعب وتشتغل وتأكل لقمتك من عرقك. قديس بولس الرسول في العهد الجديد بيقول من لا يتعب، لا من لا يعمل، لا يشتغل يعني بشغلانة، لا يأكل أيضا. لكن الشيطان عايز يسهل الحكاية، يقول له طب ما تعمل معجزة ونخلص نفسنا، ده أنت قادر على كل شيء، اعمل معجزة وقول للحجارة أن تصير خبزا، تبقى حاجة كويسة خالص. فاحنا نخلي بالنا نأكل من إيد ربنا، والأكل ما يبقاش بشهوة. وأي حاجة الشيطان عايز يعرضها علينا بشهوة، لازم نخلي بالنا إن دي مش هي اللي هتحيينا، يعني مش هي اللي هتحيينا. وكأن الأكل ده هيحيينا. السيد المسيح كان رده عليه بوضوح، قال له مش بالخبز بس الإنسان بيحيا، الإنسان بيحيا بكلام ربنا، كلمة ربنا دي اللي خلقتنا وبتحيينا. كلمة الله هي اللي بتشبع الإنسان وهي غذائه. فدايما الانحراف بالشهوة الشيطان بيستخدمه. واحد خاف، بيخاف، الخوف ده غريزة كويسة عشان الواحد يهرب من الخطر، لكن ممكن الخوف يتحول إلى مرض ويمنع الإنسان أنه يشهد للحق، ويمنع الإنسان أنه يتبع المسيح أصلا، لأن الحكاية صعبة وفيها متاعب وفيها حرب وكده. لا لا يا عم أنا خايف، الخوف ده كده يبقى مرض، يبقى كده انحرف الغريزة الطبيعية اللي ربنا حاططها فينا علشان نبعد عن الحاجة المضرة ونخاف من الخطر، ده تحولت إلى مرض. وهكذا كل الغرائز إذا حدفت الشيطان كده ياخدها يوجهها في اتجاه غلط، تبقى كده خطية ويعرف يسحبنا منها عشان نمشي وراه. عايزين نسأل نفسنا لما يكون في عرض من عروض الشيطان، ما هو الهدف؟ ايه الهدف؟ ايه الهدف من الكلام؟ لازم نفكر، ما نبقاش سطحيين ونسمع الكلام وخلاص. ارمي نفسك، يروح يرمي نفسه، ادي لك ماشي هات، لا، لازم نشوف الهدف. عايزين نراجع نفسنا، ايه الهدف من الاكل؟ مجرد جوع وبنسد وخلاص، او عايزين نتلذذ بامور ماديه، ولا الهدف ان احنا ناكل من ايد ربنا ونمجد ربنا ونقوت الجسد الوزن الجميله اللي ربنا اعطاها لنا علشان تخدمنا وتستخدم في خدمه الروح؟ ايه الهدف؟ انت بتقول لي اعمل معجزه علشان اخلي الحجاره تبقى خبز، ايه الهدف؟ ما الاكل موجود، ممكن أروح أتحرك شوية كده في أي قرية قريبة وأكل وهلاقي أكل، مش لازم معجزة. لازم نخلي بالنا، والهدف كان كسر للوصية اللي بتقول بعرق جبينك تأكل خبزا. برضو الهدف في موضوع ارمي نفسك من على حجاب الهيكل، إيه الهدف؟ هل الهدف مجد ربنا، ولا الهدف الاستعراض وتمجيد الذات والناس تتفرج عليا تقول يا سلام شوف فلان بيعمل ايه، وشوف فلانة بتعمل ايه، وفلانة دي احسن من غيرها، وفلان ده احسن من غيره؟ ايه الهدف؟ لازم لما الشيطان يعرض عليا عرض، والعروض دي بتيجي فكرة او مشورة من حد او كده حاجة واحد يفكر فيها، لا، لازم يفكر الهدف رايح فين. هديك كل ممالك العالم، طب انا هعمل بيها ايه؟
ما الإنجيل بيعلمني أن أنا دخلت العالم بلا شيء، وواضح أنني سأخرج منه بلا شيء، ما عدا الحاجات اللي هي في إيدي النهاردة وأنا حولتها على السماء، أدي هتعود لي وقت وحولته على السماء لأني قضيته مع ربنا، مال حولته على السماء لأن أنا ساعدت بيه في بنيان الملكوت أو في مساعدة حد محتاج، اللي أنا حولته على السماء حسب باسمي، غير كده أنا داخل وطالع مش هاخد حاجة معايا. فإيه الفايدة أنك تديني ممالك العالم؟ المقتنيات، إيه الهدف؟ إيه رأيك في الحاجة دي؟ تجيبها؟ أجيبها ليه؟ شوف الساعة دي جديدة موديل، طب ما أنا لابس ساعة، بتوريني الوقت خلاص. شوف العربية، طب ما أنا عندي عربية. هيعرض علينا حاجات كتير، لازم أسأل نفسي إيه الهدف من أن أنا مش العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السماع. يفضل الإنسان، الشيطان عايز يخليه في حالة جوع مستمر، يعرض عليه حاجات فلسه ما بتشبعش، حاجات ملاش قيمة، وإنسان ينجذب ليها ويطلبها ويقتنيها، وبعد ما يقتنيها يحس أنه ما شبعش عايز تاني، وبعدين ما شبعش وعايز تالت. إيه ده خداع، مخدوع الإنسان. إيه الهدف من كل ده؟ إن أنا ما اقتنيتش المسيح يبقى ما خدتش حاجة، يبقى أنا ما خدتش حاجة خالص. لو أنا ما اقتنيتش المسيح هفضل فاضي وهفضل عندي جوع جوايا. فدايما لما يتعرض علينا حاجة لازم نعرف هدي من إيد ربنا ولا من إيد عدو الخير، والهدف علشان نشوف نتصرف إزاي. محتاجين طبعا نراجع نفسنا في أي حاجة ممكن تتعرض علينا، تجارب الشيطان فيها كثير من الخداع. كيف ننتصر بقى؟ قبل ما أقول ثلاث حاجات مهمة نركز عليهم عشان ننتصر بيهم، عجبتني جدا العبارة اللي كتبها القديس لوقا في إنجيله قبل التجربة على طول، يقول لك راجع يسوع، اتقرت علينا في باكر الناس اللي جت بدري، يقول راجع يسوع من الأردن، من معمودية يعني بتاعت يوحنا، رجع يسوع من الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس. الروح القدس حل عليه، حل عليه، مسحه، ده مسحة دي للطبيعة البشرية بتاعتنا اللي هو واخدها. فرجع ممتلئ من الروح القدس لأن هو بلاهوته هو ممتلئ من الروح القدس، بلاهوته هو والآب والابن، هو والآب والروح القدس جوهر واحد في بعض، جوهر واحد، أنا في أبي وأبي فيا، هو فيه الروح، روح الآب. لكن ده اللي امتلأ، ده الإنسانية بتاعتنا، الطبيعة البشرية اللي هو خدها. فرجع يسوع من الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، هو ده اللي يقدر يحارب وينتصر. طب لو هو مش ممتلئ من الروح القدس، الإنسان اللي ما معهوش معونة ربنا هيبقى ضعيف طبعا، هيبقى مش قادر. فأول طريق للانتصار إن الإنسان يكون ممتلئ من الروح القدس عشان يعرف يواجه عدو الخير، يمتلئ من الروح القدس. على فكرة ده ينفع هدف لكل ممارسة روحية، أنا بصلي ليه؟ عشان أمتلئ من الروح القدس. أنا بتناول ليه؟ عشان أثبت في المسيح وأمتلئ من الروح القدس. أنا بقرأ الإنجيل ليه؟ عشان أشبع من كلام ربنا وأمتلئ من الروح القدس. أنا بسبح ليه؟ علشان أمتلئ من الروح القدس. أنا بخدم ليه؟ علشان الروح القدس يجري جوايا ويملاني عشان أعرف أخدم. المروي هو أيضا يروى، كنت بتسمعه كتير في أعمال الرسل، يقولك امتلأ بولس من الروح القدس وقال، امتلأ بطرس من الروح القدس وقال، وهو بيخدم الروح القدس بيديله، يزوده بشحنات قوية علشان يتكلم، علشان يعمل معجزة، علشان يشهد شهادة حق. فمن غير الامتلاء من الروح القدس الإنسان مش هينتصر. فأول طريق للانتصار إن الإنسان يكون ممتلئ من الروح القدس. تاني حاجة يكون ممتلئ من الكلمة الإلهية، شبعان بالكلمة الإلهية. طبعا لاحظنا السيد المسيح رد كله بآيات من الإنجيل، مكتوب مكتوب مكتوب، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. تقولي طب ما برضو الشيطان ممكن يستخدم كلام من الإنجيل، صح ممكن يستخدم، والهراطق ما كانوا بيستخدموا آيات من الإنجيل ويأولوها على مزاجهم،
وساعات بعض الناس اللي بتشوشر على الكنيسة تستخدم كلام من الإنجيل، وساعات بعض الناس غير المسيحيين يقول لك أشوف مكتوب كذا، ياخدوا الحتة كده يقطعوها من مكانها يقول لك بص مكتوب إيه، بص إيه. أيوة صح، الشيطان ممكن يستخدم، لكن ولاد ربنا حاجة تانية. ولاد ربنا اللي بيقروا الإنجيل بالتضاع وبروح الصلاة ويطلبوا ويتوددوا كده للروح القدس إن هو يكشف لهم ويعلمهم ويفهمهم، سيعلمهم كل شيء ويرشدهم إلى جميع الحق، ده كلام السيد المسيح، يرشدهم إلى جميع الحق. فالإنسان اللي شبعان من كلمة ربنا هيعرف يرد. العدو جاي بسلاح معين هو يقف له بسلاح مضاد، العدو جاي بسلاح تاني يقف له بسلاح مضاد. السيد المسيح كان عامل كده، كان كل كلمة كل تجربة يروح حاطط لها الآية المناسبة ليها، كل تجربة يحط لها الآية المناسبة ليها. مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، أو مكتوب لا تجرب الرب إلهك، أو مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. مكتوب مكتوب مكتوب. إحنا محتاجين نراجع باستمرار كلام ربنا ونقرأ ونشبع علشان يبقى معانا أسلحة. يبقى الامتلاء من الروح القدس، الشبع من كلمة ربنا. ثالث حاجة، الحالة اللي كان فيها السيد المسيح، وهي حالة صوم مع خلوة وصلاة، دي قوة ضاربة. والسيد المسيح قالها بعد كده لما أخرج الشيطان من ابن الرجل بعد حادثة التجلي، قال لهم هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالإيه؟ بالصوم والصلاة، أو بالصلاة والصوم. هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. الصلاة والصوم يدوا الإنسان قوة للانتصار. في حاجات كتيرة ما نعرفش نعملها بمهارتنا ولا بذكائنا ولا بلبقتنا ولا بفصاحتنا ولا بقوة مادية من أي نوع. في حاجات ما تتعملش غير بالصلاة والصوم. بالصلاة والصوم يتكسر الشيطان، يتكسر العدو. بالصلاة والصوم الإنسان يتملي نعمة، والشيطان يبقى مش قادر عليه ويهرب منه. بالصلاة والصوم اللي الكنيسة بتعلمهم لنا باستمرار، ساعات ناس تتذمر تقول ده الصوم ده طويل، ده الصلوات طويلة، ده دي مصادر القوة بتاعتنا، هي ما فيش حاجة مفروضة على حد، لكن دي مصادر القوة بتاعتنا. اللي مش عايز يبقى قوي هيبقى ضعيف، الشيطان هيهزمه ويحس كده بأنه مغلوب. ما اعتقدش أن حد يبقى مبسوط بالوضع ده، يعني أنه مغلوب وما عندوش قوة. الصلاة والصوم بيكبروا إمكانيات الإنسان، بيخلوا إمكانيات الإنسان أقوى بكتير، لأنه بيتملي نعمة من ربنا. دايما البخيل في الصلاة تبص تلاقيه ضعيف، يجي حاجات مش قادر يعمل حاجة، مش قادر، هو ضعيف لأنه هو سايب نفسه ضعيف، أو هو أضعف نفسه بإهماله للصلاة. كان الصلاة مع الصوم كمان، يا كل ما نصلي أكتر كل ما إمكانياتنا تبقى أقوى. بابا كرولوس مثلا، إيه سبب إمكانياته الجبارة دي؟ يعمل معجزات في أستراليا وفي أمريكا وفي مصر وفي الشرق الأوسط وفي كل البلاد، ويروح يزور البيوت. إيه ده؟ إيه الإمكانيات الجبارة دي؟ دي قوة إلهية، لأنه ليل والنهار كان بيصلي، ففي السماء شغال بقوة، مزود بنعمة وبقوة، وهو في السماء حتى عمال يشتغل. وهو على الأرض طبعا كلنا عارفين كان يصوم، هو رجل شيخ كان فوق 60، كان بيصوم كل يوم لحد الساعة 5، الصوم الكبير لحد الساعة 5 يوميا، والناس كانت تصوم وتصلي معاه. قبلها ما كانش حد يعرف الصوم الانقطاعي ولا القداسات، قليل الكنائس اللي كانت بتصلي. لما يكون عنده اجتماع ولما يكون عنده ضيوف يعزم عليهم، وهو يفضل حافظ نفسه صايم علشان هينزل القداس الساعة 2:30. كان يصلي باكر الصبح من 8 لـ9 ولا حاجة، أو من 7 لـ8، تاخد ساعة ساعة وربع باكر بالمطنيات وبالنبوات، وبعد كده ينزل يبتدي يصلي بقى من 2:30 لـ5 كل يوم.
يصلي المزامير بتاعت السواعي كلها لحد الثانية عشر ويصلي القداس كل يوم، يصلي وصايم. عشان كده كانت الشياطين بتترعب منه، لو عدى في حتة وفي حد عليه شيطان كان ينتفض ويقع وشيطان يخرج منه. ساعات الشال بتاعه كده بس هو بيعدله يجي على حد يصرخ. مرة كان قاعد والناس بتسلم عليه ونام، من كان مريض في وقتها، واحد عدى عليه شيطان اتنفض واتنطر كذا متر بعيد عنه، مع ان راجل نايم بس في قوة. الصلاة والصوم قوة ضاربة. هنهزم الشيطان ازاي؟ الانجيل بيقول قاوموا ابليس فيهرب منكم. قاوموا ابليس، انسان بيحب الصلاة، لما هيصلي هيتقوى، لكن هو لو كسل في الصلاة هيضعف، مفيش نعمة بقى، ضعيف، وفي حاجات كتيرة تتعبه وتضايقه ومش قادر عليها، أو في حاجات يحس بالعجز قدامها مفهوش قوة. ربنا يدينا كده زي ما هو سامح بأن في حرب، هو معانا في الحرب، هو نزل معانا في الميدان عشان ينتصر لحسابنا. وربنا قادر يدينا من نعمته ومن كلامه المحي وبقوة الصلاة والصوم إن احنا نكون منتصرين معاه. احنا بنتعامل مع عالم مغلوب، ثقوا أنا قد غلبت العالم. احنا بنتعامل مع عالم ما هوش قوي لأن المسيح كسر، والشيطان رئيس هذا العالم اتكسر، وقد دينا زي ما قال في يوحنا 16 رئيس هذا العالم قد دينا، والآن دينونة رئيس هذا العالم اتهزم ودين، وإحنا ولاد ربنا، ربنا رفعنا وعطانا قوة عشان ننتصر بنعمته. ما نقدرش ننتصر لوحدنا، لكن ننتصر بنعمته. لازم نتملي قوة من الروح القدس، لازم نحافظ على غذائنا اليومي بكلمة ربنا ونشبع علشان يكون معنا أسلحة مناسبة لكل نوع من الحروب، وأيضا نواصل الصلاة والصوم لأن دول القوة بتاعتنا اللي بتخلينا دايما منتصرين. ولاد ربنا بيسبحوا ربنا باستمرار ويقولوا له يعظم انتصارنا بيك يا رب، احنا بيك اعظم من منتصرين. ولا ربنا كل مجد وكرامة الى الابد. جاباني.